هو واحد من قادة كوموندوس المنطقة الثالثة للولاية التاريخية الخامسة، التحق بالجهاد المسلح ضد المستعمر الفرنسي في ريعان الشباب، فكان من بواسل المجاهدين الذين تركوا بصمتهم بالمنطقة. بخطوات متثاقلة يتقدم المجاهد العربي كريمي ليروي ذكريات النضال وسط هذه التضاريس والجبال. كمائن وعمليات فدائية ومواجهات مباشرة ضد العدو، هكذا كانت البداية مع كتيبة العمارية في جبال القعدبي أفلو. بديت العمل في 54، شاركت هي بين معارك، بين المعركة ومبيسكات وكيف نقولوا احنا نقولوا كمان وهجوم على الابساط 46. كنا في هذه الجيش عندنا اربع سكسيونات باللي قال لي فيه 45 45 45، هذه المعارك في سبيل الله ان شاء الله. رغم قلة العتاد والعدة، إلا أن ذلك لم يثني المجاهد العربي كريمي ورفقاء الكفاح المسلح عن خوض المعارك. معركة بوغرغور إحدى أهم وأشرس المعارك التي لا تزال راسخة بذهن هذا المجاهد الفذ. عمري ما قدرت نهار معركة كما بيك قبارك، عارف المرضيات ما تقبر كيقول البياسات تاكل الكبتورات، عمرنا مش منهم في هذيك الحطرة. أول مرة جات الكبتور، جات 11 كبتور ولا 12 قاعد تحط الكلاب، جايبه واحد السكتي ولا نتاع كلاب مع واحد 30 كلب والله باللي باش يديرها لاصو. قالنا بولو لقى خطو فلي هما كلاب ما يعرفوش حرب، قا خطو في واحد البلاصه جايه صداره جايه مشوفه لينا وقعدوا يحطوا بدا البارود. ما قدوش على خاطر مات منهم ما مات، هما مات منهم ما مات. اللي يجي طالع البياسة تحشها تاعنا والكفاح اللي كفحناه نلناه. المجاهدين كان المجاهدين اللي شافوا المرار على الوطن هاوين وشافوا العذاب على الوطن هاوين ونلناه بحمد الله كي تخلينا. المجاهد العربي كريمي واحد من المجاهدين الذين قدموا أنفسهم وضحوا بالنفس والنفيس لتحرير هذه الأرض الطاهرة وتخليصها من ظلمات واستبداد المستعمر الفرنسي.